أبكي على هؤلاء القوم يا وطني، ماتوا وما مات ذكري، من سيقتلني؟ أنا العراق صمودي سر معجزتي، روحي الموالون واستبسالهم بدني، من ألف عام ولي طف أعيش بها، في كل طف شهيد سوف يرسمني، كم تطلبون قتالي؟ سوف أسحقكم بصورة من هتافاتي تخلدني، ولي رجال صناديد زرعت بهم عشقي، يموتون من أجلي ولم أهني. والآن مع كلمة العشائر العراقية الأصيلة، يتفضل بإلقائها السيد خلف الغياض الموسوي، فليتفضل مشكورا. السادة الأجلاء، المشايخ، الأساتذة الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين. تشرفنا بدعوتكم لنا ولبيناها ممتنين، وزادنا سرورا أن نرى القائمين والمشرفين والمستقبلين في هذا المهرجان الموقر يبذلون الجهد الكبير ويتسابقون في عمل إنساني شرعي عقلائي إخلاقي من صميم الرسالة المحمدية الأصيلة ونهج الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومن ركائز الوطنية الصادقة والتقاليد العشائرية الأصيلة الموافقة للشرع والعقل والغيرة والنخوة التي فيها الخير وكل الخير والصلاح والتكامل والتكافل المجتمعي، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة والأزمات الاقتصادية والسياسية والعقائدية والأخلاقية من بذخ وترف وإسراف مفرط في غير محله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأرامل وأيتام وعوائل الحشد والفقراء هم الأحوج للمعروف والعون والمساعدة والإيثار، ومن أجلهم والكلمة الطيبة. بعد أن ذكرنا ووجهنا ونبهنا إليهم المولى تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله الكرام عليهم السلام، لكي لا يضيعوا بحضرتنا، ومن هنا وباسمي وبالنيابة عن شيوخ عشائرنا الأصلية العراقية العربية، نرفع أسماء آيات العرفان والتقدير والاحترام والدعاء والسلام للمرجع الصرخ الحسني السباق لكل فضيلة ومعروف، ولكل أنصاره لرعايته الكريمة لهذا المهرجان لتكريم عوائل شهداء الحشد والفقراء، فجزاها المرجعية، فجزاها الله عنا وعنهم كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.